كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. محمد أسعد الضيف رئيس الجامعة التونسية للكرة الحديدية وعضو الجامعة الدولية للكرة الحديدية الحرة. معنا الدورة هذه الدورة الرسمية لنادي الكرة الحديدية بوسالم اللي
يحتضن هذه الدورة من قبل الأخيرة في نهاية الموسم في البطولة الوطنية للكرة الحديدية الحرة، اللي تجمع معنا 55 ثلاثية من العديد من الفرق والأندية التابعة للجهة التونسية الكبرى والشمال. هذا النادي اللي يحتضن معنا هذه الدورة الرسمية معنا هو نادي الكرة الحديدية المسالم اللي يشرف عليه سيد محمد ورهاني، اللي هو عريق في مسؤولية التسيير، كان رئيس نادي بوعوان معنا النادي النصر الرياضي بوعوان، وحبه وغرامه للكرة الحديدية خلاه يحدث هذا النادي منذ 3 سنوات، ويكون معنا فيه 2 اختصاصات، هي اختصاص الكرة الحديدية الحرة واختصاص الكرة الحديدية المقيدة. إن شاء الله يكون هذا النادي من جملة النوادي اللي قاعدة تبرز وقاعدة معناها تتطور بصورة سريعة، ويكون زاد معناها نموذج للأندية الناجحة معناها بفضل الهيئة المديرة نتاعه، وبفضل زاد كذلك مساعدة السلطات الجهوية والمحلية وعلى رأسهم السيد الوالي، وكذلك المؤسسات الاقتصادية بالجهة خاصة معناها مؤسسة ديليز دانون. وإن شاء الله معناها تكون هذه التظاهرة هذه الدورة معناها رسمية تكون معناها عامل حافز وعامل معناها لي تألق لكل الجمعيات التي تطمح أولا لنيل البطولة، وأعتقد أنه ثم نادي معناها الخضرة الرياضية بتونس العاصمة اللي هو معناها بعيد بالنقاط على النادي الثاني فريق معناها الجمعية الثانية معناها في الترتيب، ولكن كذلك عندنا بطولة تونس بين الرابطات تجمع معنا 16 فريق منهم 8 من تونس الكبرى والشمال، وإن شاء الله 8 فرق اللي باش تكون معناها هي الأولى في الترتيب إن شاء الله تتنافس على بطولة ما بين الرابطات اللي باش يقع إجراها معناها إن شاء الله في الأسابيع القادمة. تفضل محمد الورهاني رئيس النادي الرياضي للكره الحديديه ببوسان. تنظم الجمعيه اليوم بالتنسيق مع الجامعه التونسيه للكره الحديديه والمندوبيه الجهويه للرياضه ولايه جندوبه الدور الثالث للبطوله الوطنيه للكره الحديديه في نسختها الثالثه، بمشاركه كل الفرق المنخرطه بالجامعه التونسيه للكره الحديديه في الكره الحديديه الحره. الى حد الان الوفود كل وصلت ما يقارب معناها 35 فريق في الأكابر وعشرة فرق في الشبان والفتيات. تلقت الدورة في ظروف طيبة. نحب نشكر كل من دعمنا، ونحب نعطيكم لمحة عن الجمعية هذه. الجمعية هي جمعية حديث العهد، تأسست منذ 3 سنوات، ولكن بالرغم حدثتها استطاعت اليوم تكون من بين الفرق البارزة على تحقيق النتائج على مستوى الوطن، باعتبار أن عدد المشاركين وعدد المجازين ارتفع بصفة كبيرة. انطلقنا تقريبا 40 مجاز في أصناف الأكابر، اليوم أصبحنا في العام الثالث عندنا مجازين في جميع الأصناف، نذكر منهم خاصة الشبان والفتيات. اللي السنة تم بعث مركز النهوض برياضة الكرة الحديدية، مشكور المندوبية الجهوية للرياضة اللي دعمتنا في هذا المركز، وإن شاء الله الجمعية مستقبلها يبشر بخير، ونحب نشكر كل من مد لنا المساعدة ودعمنا. ولكن في الحقيقة حاجة واحدة تنقص الفريق حبينا نشير إليها، هي الملعب متوفر ولكن تنعدم فيه حجرات الملابس والمجموعة الصحية، مما يجعل اللاعبين يتدربوا في ظروف صعبة جدا جدا خاصة فصل الشتاء. إن شاء الله بتنظيم هالدورة هذه وبالنتائج تحقق فيها الجمعية، ونلقوا دعم من السلطة الجهوية شي معناها يبنوا لنا حجرات ملابس في الملعب اللي هي ما تتكلفش حاجة كبيرة، وشكرا لكل من ساهم في هذه الدورة. تفضل. لعلم العبوشي لاعب الكرة الحديدية بمسالم. برافو. قاعدين كل مرة هكا الصعوبات نتاعنا متواجدة، ولا ما عندناش فيستيات، ما عندناش اختيار اللي على العموم نلعبوا فيه مع كل نترنوا فيه ونلعبوا فيه الكومبيتيسيون كي هكا. إن شاء الله أنا نستنوا فيه الاستشارات المحلية والجهوية على أساس يعاونونا باش يعطونا المكان. حظوظكم انتم كفريق في البطوله الوطنيه ان شاء الله؟ ان شاء الله نحن تو ماناش من كيف الجمعيات الاخرين معناها في برشا ولا شيء، تنقصنا الماتيريال، تنقصنا الكره الحديديه، معناها فيها ميزان وفيها كاليتي، مازالت ناقصتنا هذه التجهيزات هذه، مازالت ناقصتنا، ومازال ان شاء الله يعاونونا باش
نوصلوا نحققوا المطلوب، ولو أننا مشاركين وإن شاء الله نوصلوا الحاجة. بشير الكسوري رئيس جمعية قرش الشمال ببنزرت. في بدء الأمر لازمني نشكر جمعية أبو سالم على الدورة الممتازة اللي عملتها اليوم، فهمتني، ظاهر اللي الناس تخدم على رواحها. الحاجة الثانية اللي نحب نقولها إن شاء الله تتواصل الدورات هذوما في المناطق كيما أبو سالم كيما بيجا، وإحنا بطبيعتنا وبصفتنا كقرش شمال بنزرت نوعدوكم لديما نجيو أعداد غفيرة باش نشاركوا في هالدورات الممتازة للكرة الحديدية، وشكرا. هذا حلو.